من السياحة للرياضة وخبر عن السد العالي، كابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الإسماعيلي اللي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم دوليا والاكتفاء بما خاضوا مع الفراعنة في الفترة الماضية. نشر الحضري بيان أكد خلاله على اقتصار ظهوره بقميص منتخب مصر خلال الفترة الماضية مع عدم وجود النية للتواجد في المعسكرات المقبلة. وشارك الحضري مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث تواجد بصورة أساسية في المباراة الثالثة أمام السعودية. وتوج الحضري بطلا لكأس الأمم الإفريقية 4 مرات مع المنتخب خلال أعوام 1998 2006 2008 و2010 على التوالي، وحمل طبعا شارة القيادة وكابتن الفريق خلالهم.